ادي الضربه الحره والكارت اللي خده احمد رمضان بيكهام، طويله اماميه خلاص في اعتقادي اخر لعبه، وباتريسكو هيطلق صفاره نهايه المباراه. خلص الكره كويس المره دي في اتجاه الجبهه اليمين، انما تطلع من يسري وحيد بره الملعب، رمي التماس بيتكلم ايمن الرمادي مع لعيبته بيقول لهم خلاص الوقت انتهى، وادي اللعيبه بتحتفل. ادي صفاره نهايه اللقاء، سيراميكا كليوباترا يحقق اللقب الثاني في تاريخه، بطوله كاس رابطه الانديه المحترفه، بعد ما فاز على طلائع الجيش 3-1 في مباراه استمتعنا بها في معظم فتراتها. عشاق ومتابعي شاشه اون تايم سبورت في كل مكان، مبروك لسيراميكا، مبروك لمجلس ادارته ومحبيه، هارد لك لفريق طلائع الجيش اللي عمل مباراه كبيره ولكن اتاثر بالطرد اللي جاله في الدقيقه 60. هنروح للاستوديو التحليلي مع الزميل الاعلامي محمد غانم ونجوم التحليل كابتن محمد صلاح ابو جريشه، كابتن سامي الشيشيني، تحياتي محمد عفيفي، وهنرجع لكم مره ثانيه مع تسليم الجوائز. كل الشكر للزملاء الاعزاء، كل من الكابتن محمد عفيفي والكابتن طارق حسن، استمتعنا معاهم بهذا اللقاء ونهائي كاس رابطه الانديه المحترفه في نسختها الثالثه، نسخه هذا الموسم، موسم 2023/2024، واللي انتهى بفوز وتتويج سيراميكا كليوباترا بعد ان تغلب على خصم اكيد بنقول له هارد لك فريق طلائع الجيش، نتيجه 3 أهداف مقابل هدف واحد. امام حضراتكم فرحه عارمه للكابتن ايمن رمادي وجهازه الفني واللاعبين، اكيد مشوار طويل يستحق الثناء عليه فريق سيراميكا كليوباترا اللي بدا مشوار هذه البطوله بوجوده في مجموعه كانت بتضم امبي والداخليه والاسماعيلي، تصدرها سيراميكا كليوباترا بعدد نقاط، كانت 7 نقاط كانت كفيله ان هو يتصدر هذه المجموعه بعد فوزين وتعادل، بعدها بيلتقي بفرق قلنا عليها فرق قويه، يكفي ان هو اطاح بفريق جماهيري زي فريق الاتحاد السكندري واطاح ايضا بفريق سموحه. الحقيقه مشوار للكابتن ايمن الرمادي، مشوار جيد في هذا الموسم وبشكل عام ايضا في بطوله الدوري. الحقيقه دايما بنتكلم على الالقاب، دايما في الاخر كره القدم لا تذكر الا الالقاب، وده اللي قدر الكابتن ايمن رمادي وفريقه ان هو يحققه على الموسم الثاني على التوالي بعد ان توج بلقب هذه البطوله في النسخه الماضيه. اكيد بنقول هارد لك كمان لفريق طلائع الجيش.